أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الليلة إن شاء الله نعيش مع مكاسب الصبر. فأول مكسب من مكاسب الصبر هو أن الصابر على طاعة الله وعلى معصيته وعلى النائبات وأنواع المكاره في الدنيا لا يزال مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الصواب قوياً على سلوك طريق الحق حتى يأتيه اليقين فيفوز على ذلك برضا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالصبر ضياء، وبالضياء سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حديث مسلم والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة نور، والصدقة برهان، برهان الإيمان، والصبر ضياء، والضياء هو نور القلب، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الدنيا سوق وكل الناس يغدو إلى السوق، فبائع نفسه من الله تعالى فمعتقها، وبائع نفسه للهوى والشهوات فموبقها. الإمام القرطبي يقول إن الصبر في هذا الحديث هو الصبر على العبادات والمشاق والمصائب، والصبر عن المخالفات والمنهيات كاتباع هوى النفس والشهوات وغير ذلك. فمن كان صابرا على تلك الأحوال متثبتا فيها مقابلا لكل حال بما يليق به، يعني يقابل الأمر بالطاعة ويقابل النهي بالانتهاء والطاعة أيضا، ويقابل النائبات بالتمسك بالصبر والاسترجاع، ضاءت له عواقب أحواله، أنارت له عواقب أحواله، وصحت له مصالح أعماله، فظفر بمطلوبه وحصل من الثواب على مرغوبه، كما قيل: وقل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر. مفيش إنسان يحاول أمر من الأمور مهما كان صعبا ويستعمل الصبر إلا وفاز في النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ويكون آل الفوز بالصبر. الله أمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. As we continue talking about patience, endurance, and all the returns and winnings that comes with it, inshallah, if you are able to contain and your evil self and hold your own anger and be patient for what Allah subhanahu wa ta'ala ordains that you do, and be patient for what Allah subhanahu wa ta'ala asks you not to do, so you abstain from, you keep on doing this, you keep on living this way, you will be guided to the right path, guided toward the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala until the day come and you meet Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter. So patience is illumination, and that actually was narrated in the hadith Muslim and Tirmidhi on the authority of Abi Malik al-Ash'ari, that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that prayer is light, and charity is the proof of your faith. When you give out in charity, that a proof of what you claim of faith and belief.
Patience is illumination, and that's a very light and very strong light. And Quran is actually a witness. Either will be a witness for you, or will be a witness against you. And then the Prophet added, all people they go in life, and some they sell themselves. You know, the life selling and buying. It's like you're going in a market. And some will do good, and he will spare himself the hellfire. And some will sell himself and to his desire, and will destroy it. So when you are patient over hard time and staying away from all irregularities and all shortcoming and all what Allah subhanahu wa ta'ala tests you with of trial, then Allah subhanahu wa ta'ala will meet your patient with the returns that are promised. And this is actually when you stay on this order of obedience patiently, all the returns will materialize and you will have all the reward that are promised. طيب منين يجيب الصبر هذا الضياء؟ كيف يثمر الصبر الضياء؟ كيف يثمر الصبر ذلك النور القوي؟ العلماء قالوا في ذلك منبع ذلك الضياء الآلام النفسانية. طبعاً بنتكلم عن الصبر النفساني. الآلام النفسانية اللي يتحملها الإنسان في كبح زمام نفسه والهوى وصبره على الشدائد، هذه الآلام تخمد وهج القوى الطبيعية في النفس وتنعش القوى الروحانية، يعني تخمد القوى المظلمة وتنعش قوة الروح الموجبة لتنوير الباطن. فلما تنتعش الروح الباطن ايه؟ يضيء. الباطن يضيء فينتج منهما الضياء الذي هو امتزاج النور بالظلم، زي ما ضوء القمر بيطلع من ايه؟ من انعكاس الشمس. كذلك اللي بيحصل في القلب من ضياء هو انعكاس هذه الآلام عندما تخمد هذه القوى الشهوانية في النفس وتنعش القوى الروحانية. فالقوى المظلمة دي هي أساس انعكاس هذا الضوء عندما تخمد، عندما تصوم يظلم القلب. قالوا من ضياء الصبر هذا تفتح أبواب النفوس فيستضيء المرء بنور الحق على سلوك سبيل الهداية والتوفيق. يبقى ماشي على نور من الله ويسكن مع الحق وتنكشف له ظلمة الحيرة فلا يحتار، وتتضح له حقائق الأمور فيقوى على الأخذ بأسباب تسهيل المصائب والالتفات إليها، ويقوى أيضا على الابتعاد عن الأسباب التي تأخذ الناس وتصرفهم عن صراط الشريعة. ليه؟ لأنه معاش يتخطط، فهو على نور من ربه يمشي فلا يتخبط في الظلمات، يهتدي إلى مسالك الشريعة. وزكت زمان كنا نشوف من آبائنا وأجدادنا ناس عوام بسيطين يقولون نكت في العلم وكلام طيب جدا، كلام موجود في بطون الكتب الكبيرة، هم لم يقرؤوه ولم يسمعوه، لكن نضحت به الفطرة لأنها سليمة مستنيرة. كانوا ناس صابرين على ضيق العيش راضين عن الله سبحانه وتعالى، فهذا الرضا أوجد لهم ذلك النور الذي كانوا يهتدون به إلى مسالك الشريعة بدون كتاب ولا بدون قراءة ولا بدون شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هديهم بنور إيه؟ بنور البصيرة. فإحنا كذلك إذا أردنا لأنفسنا هذا الضياء يبقى علينا أن نأخذ أنفسنا بالصبر والرضا عن الله ونسلك مسالكه التي دل الشرع عليها. فإن كان الأمر بلاء يبقى نعمل إيه؟ الدواء الوحيد إننا آخذ بأسباب تسهيل المصائب وتخفيف الشدائد. وأفتكر كيف أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول إن لله إليه راجعون، وماذا وعدنا على هذه الكلمة؟
وإن كان صبرا على طاعة أو معصية فليس ثم لواء سوى القياس، إن أنا أقيس بين ما رغب الله تعالى فيه أو أوعل بالعقاب عليه وما وعد به من الجزاء الحسن للصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس وعن الشهوات المحرمة التي تصبو إليها النفس. فإذا فعل الإنسان بنفسه ذلك لا يزال كذلك حتى تستضيء بصيرته بضياء الصبر. So when we say the patient is light, where is this light comes from? Actually, the origin of this light actually is what the patient person goes through from psychological distress, from psychological hardship in handling what trials he is going through. So when you are patient, you go through tough time, you go through dark time, if you will, and you are dealing with it and you are able to stand it through the virtue of patience. And when you have that patience, this darkness will actually will be eliminated with the reflection of illumination of that patience from Allah subhanahu wa ta'ala. So when the darkness of the time that you go through, the illumination from inside will actually bring that light. And the Imam was giving the example that when we look at the moon and we see it very bright, the moon is dark. There is no light in the moon. But the moon actually reflects the light of the sun that it is actually going through it. Same thing with the soul. When the soul goes through a hard time and there is darkness and hardship and toughness of trials, from that, from inside, the illumination comes from inside, bringing that light. And that's why we say patience is light. And when this light materializes, with this illumination materializes, then guidance will exist. Guidance will show itself. So you will not be in trouble anymore. So you will not be having hard choices to make anymore. You see the truth. You see what Allah subhanahu wa ta'ala guide you. You see that Allah subhanahu wa ta'ala guide you through the hardship and you are not in trouble anymore, guided by the ultimate light and the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Imam also was given an example of the scholars who were not having too many sources of books and references, but with their patience, with their correct and clear inner peace that they have from patience and the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, they were able to go through a lot of explanation of the divine guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, and that's with Allah providing this guidance as a reward, as a return for their patience, for their modest life and their modest existence. And so if we want that illumination, if we want that guidance from Allah subhanahu wa ta'ala, we have to start with ourselves first, which is actually to be patient. And with the patience, inshallah, the illumination will come. And then we would be able to handle anything in a matter of loss. We would say to Allah everything from Allah, and to Allah we will return. And we would be able to handle every difficulty in every adversity that we face. Tani maksab. بعد ضياء النور هو مضاعفة الثواب إلى ما لا يعده العاد ولا يحسبه الحاسب ولا يدخل الحساب. وهذا واضح في قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإمام ابن أبي الدنيا روى في كتاب الصبر إن سليمان بن قاسم قال كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. كل عمل له ثواب معروف إلا الصبر. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني كالماء المنهمر. قال كده سيدنا سليمان بن قاسم زي الماء المنهمر. والإمام الأوزاعي قال ليس يوزن لهم ولا يكال، إنما يغرف لهم غرفاً.
بغير حساب، بغير حساب. والصابرون كما سبق وبينا هم اللي صبروا على دينهم فلم يتركوه للأذى، وحافظوا على حدوده ولم يفرطوا في مراعاة حقوقه، وهم الذين صبروا على النائبات. الإمام الشوكاني في تفسيره فتح القدير بيقول: والحاصل أن الآية تدل على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له، لأن كل شيء يدخل تحت الحساب فهو متناهي. لما أقول 100، 100 انتهت ولا ما انتهتش؟ لما أقول 700، 700 ضفت، 700 انتهت ولا ما انتهتش؟ انتهت. إنما لما أقول بغير حساب، قال كل شيء يدخل تحت الحساب فهو متناهي، وما كان لا يدخل تحت الحساب فهو غير متناهي. وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله وطامع فيما عنده من الخير أن يتوفر على الصبر ويزم نفسه بزمامه ويقيدها بقيده. لو المسلم فكر في الكلام ده يا اخوانا، زي ما قلنا، شوف المكاسب، كل حاجه ذكرناها من اللي كسبناها في رمضان لها مكاسب. الصبر له مكاسب، والضياء والنوم له مكاسب المضاعفه التي لا حساب لها. الانسان لما يفكر التقوى لها مكاسب، الاخلاص له مكاسب. لو فكر المسلم في هذا ينشط نفسه ويستطيع هو دائما يذكرها بان ما اوعد الله تعالى به اولى بان يتقى، وما وعد به اولى بان يرجى ويطلب. لما نقول اوعد يعني في العقوبه، لما نقول اوعد الله سبحانه وتعالى اوعده كذا، يعني ايه اوعده عقوبه، لكن وعده وعده خيرا. فلما نقول ما اوعد الله تعالى به اولى ان يتقى، قول لنفسك كده وتقول لنفسك كده، وما وعد به اولى بان يرجى ويطلب. في هذه الحالة يسهل على العبد فعل الطاعات وترك المحرمات، ويسهل على العبد الصبر على كل ما يشق على النفس ويتعبها. دي أشياء علشان نحصل على هذا الثواب وتلك المكاسب لابد أن نفكر فيها، ولابد أن نعرف أن الصبر والشكر كما قال العلماء من أوصاف أهل الدين والعقل، من أوصاف أصحاب الديانة واللي عندهم عقل. فمن رق دينه وسخف عقله قل شكره وصبره، ومن ترك الشكر في أكثر الأحوال والصبر في أكثر البلوى فقد خرج من أوصاف أهل الدين والعقل، خرج من أوصاف أهل الدين والعقل. والنار مأوى من لا دين له ولا عقل. قال الله تعالى في صفة أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهذا من باب الدين، ده خرب دينه. لم نكن مصلين ولم نكن ايه نطعم المسكين، كده خربوا الدين. قال: وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وده الهبل بعير، انك تقعد مع ناس قاعدين يتكلموا في سيره واحد وانت داخل على طول في الغطس، اسالني انا اللي عارف عن الاشكال دي وانا اللي مربيها على ايدي، وانت لا تعرف ما بيتكلموا فيها ولا الاشكال دي مين ولا ده خراب العقل. فعندك اثنين: خراب الدين، قالوا ايه؟ لم نكن من المصلين، هم اقروا على انفسهم كده. ما سلككم في سقر؟ ما وقت حقيقه بقى ما عادش في كذب. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يبقى دينه خربان ولا سليم؟ خربان. وبعدين قالوا: وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وده خراب ايه؟ خراب العقل. ده الجنان بيعينه انه هو يدخل يرمي نفسه في وسط الكلام بدون ما يتقي الله في نفسه ولا في الناس، وانه يكذب بيوم الجزاء، يوم العطاء والحساب، فيبقى كده خرب ايه؟ خرب عقله. فانا اللي عاوز اقول لي ولكم في اخر هذا الحديث: اختر لنفسك وكن من اهل العقل والدين، تفز بمكاسب الصبر
وتزداد بصيرة بالأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم في هذه الليلة المباركة بأهل العقل والدين، اللهم آمين رب العالمين، وأن يتم لنا ديننا وأن يتم لنا عقلنا وأن نكون من أهل الصلاح والخير والفلاح. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. And the second winning after illumination and guidance as a return of patience is to have multiplicity of your reward, inshallah, with a reward that in only in the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said, what can be translated, those who are patient will be recompensed, will be given back, will be rewarded with rewards without limits. So the verse is given this reward without limits. Sulaiman ibn Qasim actually said, every deed its reward is known except patience, as Allah subhanahu wa ta'ala left it completely open. The rewards will be recompensed without any limits. Imam al-Awzani actually said that the reward of patience will never be weighed, will never be put on a scale, will never be measured. So again, it is in the knowledge of Allah. And the one who actually is patient for his faith, patient on what Allah subhanahu wa ta'ala ordained, patience to maintain the guidance and the boundaries of the divine laws of Allah, and patience on all the trials, those who will have that multiplicity of return. And again, the verse indicates that the reward of patience with no limits. And whoever deed fall and the reward with no limits, this is something we should seek, we should work hard to attain. So whoever would like to have reward without limit, then let him hold on patience. And whatever Allah in the Quran promise for the wise among us should seek it. If Allah made a promise, Allah subhanahu wa ta'ala does not break his promise. If Allah put a promise for all of us, clear, no confusion about it, and the wise among us is the one who will actually will seek that promise to inshallah collect it in the hereafter. And that actually a virtue of the people with wisdom, that they are patient and they are thankful. And when those who end up in the hellfire was kind of asked what made him make it to that such an awful place, they said, we were not, as the verse of the Quran say, and what can be translated, we were not among those who pray, and we were not among those who feed the poor, and we were go with talk, irrelevant talk, wicked talk, with whoever talk, without substance, without knowledge. And in the end, we were denying the hereafter. We were denying the day of judgment. And this is the ultimate loss, and this is the ultimate distance from wisdom and goodness. So the irony for all of us, inshallah, is to realize when Allah make a clear promise in the Quran of a reward without limits, which is about patience, is to try to seek that avenue, inshallah, in all our need. Salaam alaikum.